المشرقة في واحدة من أهم المعارك الدائرة بين القوى الكبرى في العالم حول أرقى تكنولوجيات العصر، ألا وهي معركة الهيمنة على صناعة الحاسبات العملاقة أو السوبر كمبيوتر. فقد تمكنت اليابان التي تعد المعقل الأكبر للصناعات الإلكترونية على مستوى الدنيا من تصنيع أسرع كمبيوتر على وجه الأرض، لتستعيد تلك الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم عرشها في هذا المجال للمرة الأولى منذ عام 2004. وفي جزء الكمبيوتر الياباني الخارق الذي يحمل اسم كي، القيام بأكثر من 8000 مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة. وبذلك فإن سرعة هذا الكمبيوتر الذي صنعته شركة فوجستو تفوق سرعة نظيره الصيني الذي احتل هذا المركز قبل 6 أشهر بثلاث مرات. وقد بلغت كلفة هذا الجهاز 1.2 مليار دولار، وتعادل قدرة هذا الحاسب قدرة 1 مليون جهاز كمبيوتر شخصي مجتمعة. ويتكون الحاسب الياباني السوبر الجديد من 672 كابينة، ويستهلك طاقة تكفي لتزويد 10,000 منزل بالكهرباء بفاتورة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار سنويا، وذلك رغم استخدام مواد في صنعه تعمل بشكل هائل على الاقتصاد في هذه الطاقة. ولكن ما هي الأهمية العلمية والعملية للحاسبات الإلكترونية؟ عادة ما يجري استخدام هذه النوعية من الحاسبات في القيام بمهام حسابية خارقة مثل محاكاة التفجيرات النووية، كما أنه يكاد يكون من رابع المستحيلات تحقيق إنجازات علمية هائلة في مجالات مثل علوم الجينات بدون حواسيب سوبر. ويجري كذلك الاستعانة بهذه الكمبيوترات في التنبؤ بالإرصاد الجوية والزلازل، وتستغل هذه الحواسيب أيضا في أعمال التنقيب عن النفط وحتى في عمليات التداول في البورصات العالمية. ومع كسر اليابان ثم الصين للاحتكار الأمريكي لهذه الصناعة، بدأت الأوساط الاقتصادية والعسكرية في أمريكا تشعر بالقلق من تنامي تفوق الآسيويين في هذا المجال بشكل قد ينال من القدرات التنافسية الاقتصادية وربما العسكرية ومن ثم السياسية للولايات المتحدة. فقد حذر المجلس الأمريكي للتنافسية الذي يضم صفوة النخبة العلمية والمالية في الولايات المتحدة من أن الزمن لن يرحم من يتخلف عن التفوق في مجال الحاسبات، وذلك ببساطة لأنه لا تنافسية بدون ابتكار ولا ابتكار بدون تفوق حاسم في صناعة الحاسبات، أو هكذا قال.